الاتحاد العام لعمال إسرائيل دعا لإضراب عام غداً الاثنين، قائلاً إن الإضراب سيعم الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله. ضغوط من الداخل الإسرائيلي على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف إبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي. يائير لبيد زعيم المعارضة في إسرائيل، وعلى إثر إعلان الجيش الإسرائيلي انتشال جثث 6 رهائن من نفق في قطاع غزة، طلب من اتحاد العمال والشركات والبلديات المشاركة في إضراب لإغلاق الاقتصاد في إسرائيل. الرهائن كانوا على قيد الحياة، لكن قرر نتنياهو وحكومة الموت التابعة له عدم إنقاذهم. لا يزال هناك رهائن على قيد الحياة، ولا يزال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. عائلات الرهائن الإسرائيليين دعت أيضاً إلى إضراب عام غداً الاثنين للضغط على حكومة نتنياهو لتنفيذ وقف لإطلاق النار من أجل الإفراج عن مزيد من الرهائن. وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت قال إنه يجب التراجع عن قرار تمسك نتنياهو بإبقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفي لإعطاء فرصة لإعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس.